مشاهدينا الكرام، مساكم الله بالخير في هذه الحلقة الجديدة من برنامج توصيات. المئات من شبابنا وشاباتنا موجودين الآن في أماكن الاعتصام عند البوابة رقم 5 قرب المنطقة الخضراء، قرب مقرات صنع القرار التنفيذي والتشريعي بالبلد. هذولا بيهم البكالوريوس، إدارة واقتصاد، هندسة، إعلام، اختصاصات أخرى، وأيضا بيهم حملة الدبلوم اللي هو بعد أن تتخرج من الإعدادية تدرس سنتين تأخذ معهد، معاهد تقنية وغيرها، وبيهم حتى الدراسات العليا وإن قالوا لي قليلين، يعني هم أعداد قليلة، دبلوم عالي، ماجستير، دكتورة. والحقيقة كانت التخطيط أن نسوي حلقة شاملة تشملهم وتشمل بوابة رقم 9، ولكن وصلتنا اتصالات من بوابة 5 قالوا القضية كبيرة وما نقدر نختصرها بحلقة واحدة، فأرجوكم قسموا الحلقة إلى حلقتين، حلقة علينا احنا 5 بوابة 5 وحلقة على بوابة 9. يا بليش، لانه احنا جماعة 5 وضعنا يختلف، احنا ما اجانا الكاظمي رئيس الوزراء ووعدنا مثل دولاك، احنا ما وصلنا احد، احنا يم العلاوي قرب نفق العلاوي هناك، يعني هي تتواجد انا ما عندي صورة كاملة عن الموضوع بصراحة، ولكن وصلتني كثير من الاستغاثات والنداءات لي ولإدارة القناة حول هذا الموضوع حتى نغطيه بشكل يعني مرضي ومنصف ونطلع بورقة توصيات تسفر عن تعيين هؤلاء إن شاء الله في ما يليق بهم من وظائف. الحقيقة قضية البطالة احنا غطيناها في حلقة سابقة أتذكر، ولكن اليوم احنا نحكي عن بطالة الخريجين، الخريجين اللي سنة ورا سنة قاعد تتضخم المشكلة في ظل غياب القطاع الحكومي اللي وترهله، وأيضا ما توجد به فرص عمل بسبب الوضع الاقتصادي، يعني حتى القطاعات الحكومية اللي تستهلك أو تتطلب خريجين كل عام اللي هي التربية والتعليم مثلا والصحة، أيضا بدأت تعاني من الترهل وتعاني من قلة التخصيصات المالية التي تمنع تعيين هؤلاء، فلذلك أيضا راح يصير بها هاي نوع من البطالة. كذلك يعني ما يزيد الطين بلة مثل ما يقولون بالمثل، أنه الكليات مالتنا لا زالت تخرج اختصاصات غير مطلوبة في سوق العمل، يعني فلسفة، بالله عليكم فلسفة وين عينة؟ فلسفة، لغة عبرية، ما أعرف إيش، يعني شنو الاختصاصات هاي يا وزارة التعليم العالي؟ يعني شوية خلي خطة منطقية للتعامل مع الواقع، ليش احنا في واد والمشكلة في واد اخر؟ يعني مدى اعرف، والقطاع الخاص شبه معدوم، قطاع الحكومي ما بي، درجات وظيفية ماكو، يعني شنو الحل؟ الحل انه هاي الشباب، يعني ذول 1500 يمثلون عشرات الالاف ترى، يعني ذول الذين خرجوا واعتصموا، اللي قاعدين بالبيوت، اللي يشتغلون عمالة، اللي عندهم شنابر، اللي يشتغلون بالتاكسي، اللي ما اعرف وين، اللي هجوا من البلد، يعني ذولا ايضا مفروض احنا ما نختصر المشكلة ب 1500 نفر، لا، هاي مشكلة بلد. ثم انت هسه يا الكاظمي اذا نزلت وحليتها هاي المشكلة، عينت ذولا 1500، باكر يطلعوا لك غيرهم يشجعون، يقول لك يابا شو هي انام لي بالشارع يوم يومين لو شهر لو شهرين وتعين، تعال عمي نصبوا خيامكم وخلي ننام احنا، بلكي الكاظم يعيننا. اذا المسألة تحتاج الى حل جذري وليس الى معالجات ترقيعية، رجع منا ارجع منا وارجع منا ومشي الشغلة. حتى نناقش الموضوع بشكل مهني وموضوعي، راح يكون وياي احد الخريجين او اكثر من الممثلين عن هذه الشرائح، وراح يرافقني ايضا بالحلقه يساعدني بها المحلل الاستراتيجي لقناتنا،
وللبرنامج الأستاذ نبيل جبار العلي التميمي. خلوني أرحب بأستاذ نبيل. أستاذ نبيل مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير أستاذ حيدر، لكم ولمشاهديكم ومتابعيكم قناة سامراء ولبرنامجكم اللي يسلط الضوء على معاناة الناس واهتمامه بالناس واهتمامه بالقضايا العامة اللي تتصدر الأحداث الرئيسية وهموم الناس ومعاناتهم. أشكرك أستاذ نبيل، إن شاء الله ستكون خير عون لي بهذه الحلقة، ولكن أترخص منك، عندي اتصال بسبب تدري وضع الاتصالات. حصلنا حسين محمد اللي هو ممثل المعاهد التقنية. حسين مساك الله بالخير. مساكم الله بالخير أستاذ العزيز، مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين وعلى ضيفك الكريم. الله يسلمك. حسين، شنو قصتكم أنتم الخريجين جماعة بوابة خمسة؟ أستاذنا العزيز، إحنا أصح الخطأ مالتك، إحنا البوابة التاسعة. تسعة. منطقة التجمع العلاوي. أي. صار لنا ما قارب من شهر السابع 15/7 من إحنا معتصمين إلى الحد الآن. إلى اليوم طلعنا إلى الآن اليوم طلعنا المسيرة. يعني الاعداد مالتنا اعدادنا احنا هنا تقريبا 3 تجمعات خاصه بجماعه المعاهد، مو بس جماعه المعاهد، تجمع العلاوي بكافه الاختصاصات. يعني التجمع عندنا جماعه المهندسين، عندنا جماعه المهندسين اختصاصين، جماعه المهندسين نفق العلاوي، جماعه المهندسين 39 مهندس دول اللي انسرقت اسمائهم، عندنا اداره واقتصاد مجموعتين، اداره اقتصاد اداره اقتصاد وجماعة الإدارة الاقتصاد اللي سرقت أسماءهم ذيك التعيينات زمن عادل عبد المهدي وعددهم 195 نفر. عندنا من البيطرة، عندنا الدفاع، عندنا جماعة التعليم العالي، عندنا جماعة العقود الخمسة العقود القرار 315، عندنا جماعة القانون. بس خليني من الأموي حسين، خليني من باقي الفئات. أنا هسه بحكي على الخريجين. أنتوا الخريجين بوابة 9 وبوابة 5، ليش انقسمتوا إلى 9 و5؟ ليش مو كلكم في مكان واحد؟ مو حسب الظروف، حسب ظروف كل من بعد، حسب ظروفه، يعني كل من يختار المكان المناسب إله. طيب طيب، كل من يختار المكان المناسب إله. خليني أجي وياك على الخريجين وحدة وحدة. بوابة 9، شنو الخريجين الموجودين هناك؟ الاختصاصات مثل ما قلت لك، عددت لك يعني الفئات الموجوده، كافه الاختصاصات عندنا، كافه الاختصاصات عندنا من الدكتوراه لحد اللي يقرا ويكتب. يعني احنا جماعه الدبلوم. احنا جماعه المعاهد. طيب ايش قد عددكم بوابه 9؟ احنا خيمه مالتنا اما بقى الفئات ما اعرف يعني كل خير ما اعرف الاعداد تاعتها، كل شخص كل فئه عنها ممثلها وعندها الاعداد مالتها بصوره صحيحه. يعني شيء على شيء بيكم 1500 مثل ما قلت ثاني؟ لا تقريبا استاذنا العزيز، تقريبا يعني العدد الفعلي مالتنا يوصل الى 2500. 2500. طيب عندك معلومه عن بوابه 5؟ لان الاتصالات شويه ضعيفه بمنطقه الاعتصام بسبب التشويش، مراكز حكوميه مهمه فيصير تشويش على الاتصالات. عندك معلومه عن جماعه بوابه 5 ايش قد عددهم؟ والله استاذنا العزيز بوابه 5 ما اعرف، بس عددهم ما اعرف يعني بصوره صحيحه اني. يعني تقريبا اذن منك ارجو المعذره، تقريبا يجوز يطلعون 1500 تقريبا في هالحدود. زين، انتوا ايش صار لكم تصميم البوابه 9 من 15/7؟ 15/7 خاصه عن هاي خيمتنا. يعني عندنا اقدم من هذا، عندنا اقدم عندنا اقدم من هذا الوقت التاريخ. زين، انتوا بوابه 9 حكيت انا يوم ممثلين من 5 يقولون جاكم الكاظمي، صحيح؟ لا، البوابه 5 نزل لهم الكاظمي، صحيح. احنا البوابه 9 الى الان ما نزل لنا اي شخص، بس احنا قابلنا اشخاص ونفس الوعود. نفس الوعود، البوابه 5 نزل لهم الكاظمي. بس البوابه 9 احنا منطقه التجمع العلاوي لا، ما
لو ما نزلنا اذا ولا انا اجانا اي غلطت، شخص انا للمطار، بس صار احنا عندي، رحنا قابلنا تقبلونا. اختلاف بالمناطق. خمسة هي اللي جاها الكاظمي، وتسعة اللي هي يم العلاوي ونفق نعم العلاوي، استاذ، مو نعم استاذي، صح؟ نعم استاذي، زين، خلال بارك هاي الله الفترة من استاذنا. قابلكم بالضبط ممثلين عن رئاسة الوزراء، نواب، وزراء، مسؤولين، منو بالضبط جاكم؟ والله استاذنا العزيز قابلنا كل الشخصيات السياسية تقريبا، انتوا رحتوا قابل لهم لو هم بس جاكم؟ هو طبعا احنا بوسائل الضغط، يعني انت ما اي شخص ما حد جاك، بس بوسائل الضغط والتصعيد تم استقبال كل الكل، اعضاء مجلس النواب كلها تحددنا توعدنا على الميزانية ان شاء الله، على الميزانية الـ21. زين، خلال وجودكم هاي الفترة منين تاكلون؟ منين تشربون؟ وياكم بنات لو بس ولد؟ والله استاذ احنا ويانا بنات وبنات هواي، اما ما المعانات يعني انت تسولف على، يعني احنا نطلع نشتغل هنا، يكون عندنا من جماعتنا الله وكيلك بايام الصيف كانت الوسيله ابسط من هسه، بالصيف كنا نبيع جوا الجسر الله وكيلك ماي بارد، كنا نبيع تبيعون مي بارد جوا الجسر وانت خريج؟ اي والله، وتمويل ذاته من عندنا وجماعتنا هنا يطلعون يشتغلون عماله، خاصه هاي اللي من العمارات، جماعه العمارات اللي من العلاوي نطلع نشتغل بها عماله، وجماعه يظلون قاعدين، نطلع 5 ايام يومين نجيب مصرف نصرف على جماعتنا، تعبانين نتعب من العماله يطلعون غيرنا يشتغلون، وهكذا هذا تمويلنا كله، تمويل ذاته من عندنا، هذا جهاد، هذا مو اعتصام بس ولا هاي. تظاهر، هذا والله قتال. العظيم هاي ما سألبك بس عن فئتنا وجماعتنا، يعني وغيرنا اللي جماعتنا وغيرنا فتحوا بسطيات هنا بالزوراء، عرباين يفترون بيها، غير اللي حاط ارصده وقام يفتر بالجراج مال العلاوي، واغلبيتنا ما وغير اللي فتح بسطيات بالشورجه هاي يوم الجمعه، واللي مصرف وبيناتنا وهنا متعاونين عليه. زين انتو يعني البنات اكيد ماكو مبيت للبنات، البنات بس يشاركن بالنهار لا. بالتظاهر. والله العظيم هو لو والله العظيم عندنا بنيه جت باتك من الناصريه ونامت بالشارع يومين، والله العظيم بنيه يومين جت باتت بالشارع، ولا واحد سياسي عنده غيره اجت باوع عنا او شاف شنو، وطلعت وحكينا يومين بنيه، احنا الشعب كله شعب العراق كله خيره، ابنية تنام بالشارع يومين ما حد يتباوع عليها ويتيمه، لا حول الله، والله العظيم من الناصريه جت باتت هنا، والله العظيم وعتها. طيب يعني خلال هاي الفتره، والله العظيم خيجتنا العبره حتى بعد ما اعرف اسولف. زين، خلال هاي الفتره حسين انتم تعرضتوا فعلا الى ضروب الاعتداء من جهات حكوميه، الى قمع، الى يعني اكو هيك شيء؟ سمعنا احنا تجينا اخبار. والله البوابه التاسعه دوم يتاذون. شلون؟ البوابه الخامسه، احنا البوابه الخامسه دوم يتاذون، ينزلون مقاطع فيديو ما مخفيه على الاعلام. بس احنا البوابه التاسعه كل ما نطلع مسير، انا واسولف لك عن نفسي، انا ركبت واثنيناتها صار سقط، سحبت بالشارع سحب. شلون؟ سحب، انسحب السحب بالشارع، سحلوك سحل؟ سحب، والله العظيم سحب، سحلت يضربنا قاعد، الله سحبوني قوات الشغب، الله قاعد بالشارع، اجونا رادوا يضربوني قاعد تقباله، هم مو كلهم، اكو اعضاء من سحبونا الله وكيلك سحب، وذن الكبي، اكو شخص طشن بس الكبي، قلت لهم حلفت جماعتنا واي شخص من ممنوع ينزل صوره، واذا يريد ينزل لنا صوره ينزل بس رجليه، لان الله شاهد اخاف على امه بس تشوفني تموت، لا والله لا العظيم، لا بالله. زين، والله العظيم اذا شافتنا امه بهاي الحاله اموت، وحلفتهم صوره ممنوع تنزل، واغلبيه جماعتنا لا نزل صوره من الضرب، وهنا حالنا يخابرونا انهم عايشين والحمد لله بخير. زين، لان قالوا بوالده بعد اعرف بالحال يعني، صح، وانت عندك ابنائك بعد تعرف وضعيتهم شلون. زين، وش انتم تواصلتم ويا الاعلام مثل ما تواصلتم وياي، لو ما تواصلتوا لو شنو؟ ما هو دور الاعلام؟ والله الاعلام شلون كانوا معكم؟
والله الاعلام القنوات لا ما مقصره ويانا يعني وجاتنا قلنا بصوره صحيحه، بس في البدايه كانت مقصره، هسه صارت قضيه لا قلهم احنا واحنا بصوره عامه يعني بعض الاعلام له دور اساسي بالقضيه، واحنا الناس الجل الاعلام الاعلام الحر الوطنيه مو السياسي، الاعلام الوطني الوطني مو السياسي، الناس يعني يوصل صوت لو احنا اليوم طالعين ما طالعين عبث، كل ما طالع له مشروع بس هم حصرونا ترى بالحذف والاستحذاف، كل ما طالع له مشروع كل ما طالع عنده مشروع يحسن الوضع الاقتصادي، اللي يريد يشارك اللي يخضع الفساد، كل شخص إذا ما طلع اليوم ما طلع هيك عبث يعني خافوا الأمنية عبث، احنا طالعين نريد تعيين وبس، احنا ندور على الشخص اللي يدعي الوطنية ويستغله، لأن الشباب البلاد اليوم بهمم شبابها تنتفض، زين انا بشرفك اذا انا الشاب نايم على الرصيف شلون ينتفض بعد بي البلد؟ جيد، انت يعني كلمه اخيره شو تحب تقول للمسؤولين المعنيين؟ والله اي شخص يقول مايكو محل فهذا مع احترامي لك استاذ هذا فاشل، والمايك ويقول مايكو وسيله فهذا فاشل، خلينا نعلن الفشل مالته يحفظ ماي وجهه ويطلع، يحفظ ماي وجهه او يطلع، واذا ما عنده وسيله استغلنا بها فاحنا عندنا الحلول نستغل بها ارواحنا ونساعد الوطن على الوضع الاقتصادي بصوره عامه، قلت لك عندنا مشاريع كامله اذا يعطونا فرصه بس ما يحصرونا بس بعد التعيين ويعطونا فرصه، لا والله ان شاء الله ونقد المسؤوليه. ولو انا قلت لك كلمه اخيره بس ممكن تشرح لي شنو هاي المشاريع اللي عندكم؟ ابسط 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 وسيله استاذ من عندنا، ابسط وسيله يعني احنا تحسين الوضع، وهسه احنا ما نريد بعد وضع الاقتصادي والقطاع الخاص هذا ما يفيدنا، احنا هسه جايين نطلع نريد ضمن القطاع الحكومي، انا ابسط مثيله تفعيل احنا هسه فنيين، انا اسولف عني كفني، انا كفنيين احنا جماعه المعاهد يعني متفعل لنا قانون نقابه ظلمان الهندسيه والفنيه وتحصر الدولة والمشاريع تحصر الدولة والمشاريع ما تدخل إلا عن توقيع النقابة وتفعيل يعني وتفعيل المعامل عادة الهيئة مع المعامل. إذن أنتم تبحثون عن فرص عمل في قطاع الإنتاج، يعني أكو معامل معمل مطاطة ديوانية، قطاع الانتاج قطاع الانتاج معمل مطاطة ديوانية من 4000 انتاج يعني زيادة صناعة من 4000 عامل هسه حاليا ب 750 موظف شغلة وإعادة تأهيله ما يقطع الاعتصامات كلها بصورة عامة يعني. طيب حسين اني تفعيل قانون حمايه المنتج طيب حسين اني اشكرك تفعيل قانون حمايه المنتج تفعيل قانون حمايه المستهلك استاذنا عزيز اني اشكرك بسبب رداءة الصوت يعني مدى يوصل كل الكلام، اني اشكرك وكفيت ووفيت ووصلت صوره واضحه عن اللي قاعد يصير، شكرا جزيلا حسين، ونشوف الشباب بالاستوديو بين ما يجهزون اتصال اخر مع احد الممثلين متوفرين. اي راح ننتقل الى الاستاذ نبيل، نرجع الاستاذ نبيل بين ما نجهز اتصال اخر. استاذ نبيل يعني الوضع تعبان جدا، الشباب خريجين واختصاصات دا يبيعون مي وفتحه وبسطيات في سبيل يديمون زخم الاعتصام مالتهم، ويقولون يابا احنا رجعونا المعامل رجعونا المصانع الحكومية والغير الحكومية وهي هاي كافي تخلق لنا فرص عمل، احنا ما نريد نصير على عبء على الناتج الاجمالي للدولة، احنا نريد نصير عبء على الناتج التشغيلي، يعني نشغل معاملنا في سبيل ان نحصل على فرص عمل، شو تقول انت على هذا الكلام؟ بالتأكيد أستاذ حيدر، يعني إحنا إذا نرجع شوية قليلاً السنوات الماضية بدأت الأزمة البطالة يعني بشكل واضح، يعني الأزمة يعني تدري تحدي البطالة وتحدي عام بالنسبة للاقتصاد وموجود بكل وقت،
بس عندما ترتفع نسب البطالة هنا تصير المؤشرات خطرة. بدأ الموضوع يعني هو أعتقد أنا من سنة 2014، يعني خلال الفترة اللي تزامنت مع دخول تنظيمات إرهابية إلى العراق. هذه الفترة عقبتها فترة الأزمات المالية بالعراق صادفت تزامنت وياها، فهذه عطلت الكثير من الأنشطة التجارية بالعراق اللي هي أصلاً هي لم تكن بمستوى الطموح أو لم تكن بمستوى أن توصف بأنها إنتاجية، بس تعطيل العديد من المصالع من ذيك الفترة من سنة 2014 هذه هي أدت إلى زيادة كبيرة في نسبة البطالة بالنسبة للشباب وحتى غير الشباب، إضافة إلى أنه العديد من المصالع بدأت تتوقف أو تحاول يا دوب تسد العجز اللي عندها بالنسبة للمصالح التجارية المحدودة. إحنا نحكي عن قطاع غير منتظم اللي هو قطاع الأسواق وقطاع غيرها. اليوم من سنة 2014 بدأت تتراكم هذه الأزمات المالية والاقتصادية، بدأت تتراكم، وخلال السنين الماضية ما حققت الحكومات أي توظيف، يعني خلال السنوات حكومة الدكتور حيدر العباد بسبب سياسة التقشف المتبعة كانت في حينها لمعالجة الأزمة بس المالية. أستاذ نبيل، يعني معقولة إحنا نختصر المشكلة بهاي السنوات السبعة اللي هي من 14 إلى 20؟ لا، هي ما كانت موجودة هاي المشكلة قبل؟ لا، بكل تأكيد المشكلة أو الأزمة الاقتصادية أو أزمة بالهيكل الاقتصادي الفوضوي العراقي من 17 سنة، بس التراكم اليوم أنت تراكم تصاعدي بنسبة كبيرة، يعني اليوم أنت ما تعالج خلال هاي السنة سنة اللغط تتفاقم عندك المشكلة في ضعفين. وهل يعني كانت أكو متوالية هندسية بهذا الاتجاه؟ وهل يعني كانت يعني قبل 2003 الوضع كان جيد؟ يعني كان ماكو بطالة بالعراق قبل 2003؟ لا، بالتأكيد، يعني بالتأكيد البطالة موجودة خلال السنوات قبل 2003 أو قبل 2004. تدري إحنا هم كنا نعاني في الظرف اقتصادي خاص، مجرد أنه أنت زيادة في عدد السكان خلال السنوية، اليوم إحنا نشهد بحدود مليون شخص سنويا، هذا هو يعني تحدي كبير لأي اقتصادي أو أي حكومة اقتصادية أو أي مخطط للاقتصاد في بلد معين. اليوم احنا في هاي الزياده السنويه مليون نسمه سنويا، مع ضمنهم 100,000 شاب ممكن يدخل سوق العمل سنويا ما يعادل 100,000، هذه كلها تحديات اضافيه. فان خلال هاي الست سنوات اللي احنا نحكي عنها من 2014 اليوم يمكن قد جزء ما يقارب 600,000 شاب الى 700,000 شاب دخلوا سوق العمل خلال هالفتره، فهذا هو اصلا هم تحدي اقتصادي كبير. يعني اليوم مشاكل صاعده. انا اعتقد انه المتظاهرين اليوم في البوابه 5 او البوابه 9 او غيرها من ساحات التظاهر، يعني اللي خلينا نقول هاي المتظاهرين اللي هم مطالعين لاجل التوظيف، هم جزء من الحراك اللي صار، حراك التظاهرات خلال سنه من بدايه تشرين 2019. انا اعتبر انه هذا الجزء هم الجزء الرئيسي. شنو السبب انه هي لان اصلا هي تظاهرات تشرين هي تظاهرات مطلبيه اقتصاديه بالدرجه الاولى، انه هاي العالم عنده مشاكل، اما هو بطال يعني عاطل عن العمل بشكل رئيسي، او انه هو اصلا يشتغل بعمل ما موفي او ممكن يكون غير حافظ لكرامته او مقلق بالنسبه له، ما موفر له القوت الملائم او الاستقرار او حتى مثل ما تقول الطمأنينة للمستقبل. هي مشكلة، هي مشكلة. هذه العوامل هي من أخرجت. أستاذ نبيل، هي المشكلة وين؟ المشكلة أنه هذا الخريج حتى وإن تعين، يعني هسه مثلا خريج معهد إذا تعين راتبه لن يتجاوز 600,000، هم يرجع يدور على شغل بالقطاع الخاص حتى يعيش. المشكلة مركبة، يعني شلون نحلها جذريا؟ يعني يقول لك 600 هم تكفيني، يرجع يشتغل ورا الدوام تاكسي لو يفتح له محل. بالمناسبة اي استاذ حيدر، انا ليش سلطت الضوء على الفترة من 2014؟ قبل هذه الفترة مع وجود موازنات تشغيلية، يعني كانت موازنات تشغيلية 30 الى 40 مليار، بحدود 30 الى 40 مليار سنويا. هذه الموازنات التشغيلية كانت تدفع بالحركة التجارية داخل البلد، تدفع لوجود أعمال ومصالح. ما كان هلقد من الناس أو الشباب مهتمين بالدرجة الأولى في الوظيفة، يعني يعرف الوظيفة هي تعطي حسب شهادته ممكن 400,000، ممكن يعني تعرف الدرجة العاشرة أول مرحلة أعتقد من عندها
يعني مبالغ زهيده، ثم بالدرجه السابعه اللي هي خريج البكالوريوس اعتقد المرحله السابعه يعني الدرجه السابعه يمكن الاسم هو 500,000 او اقل من 500,000. فهذه العالم ما كانت باتجاه الوظيفه بشكل رئيسي، يعني تعرف هي هذه الوظيفه الحكوميه او في القطاع العام هي وظائف لذوي الدخل المحدود. يعني يبقى موضوع التعامل مع الوظيفه الحكوميه كان بس اللي يحاول يلقى فد عمل يعطيه فد نوع من الاستقرار، مو شرط يكون يغني يعني مو شرط كفي. فانا ليش سلط الضوء على الفتره منذ 2014 استاذ نبيل؟ بس ما يخالف اللي حكيت عنه انت، احنا المشكله من 2003 لليوم ما عندنا قطاع انتاجي. يعني هسه هذا الشاب اللي يقعد يبيع كارتات موبايل بالشارع ما تقدر تقول عليه هذا يحرك العجلة الانتاجية، او يبيع مي اللي حتى مثلا، او يتجه عنده يفتح محل مال موبايلات. هذه مو قطاعات انتاجية. وين الانتاج؟ انتاج وين؟ احنا استاذ حيدر احنا متفقين طبعا جميعا متفقين انه احنا المشكلة الاقتصادية هي من 2003 على الاقل خلال هذه الحكومات اللي ممكن احنا نقدم، ممكن العديد من السياسيين او الاشخاص او الناقدين يقدمون مقترحات ورؤيه في حكومات من المفترض ان تكون ديمقراطيه، مشخصين احنا المشكله الاقتصاديه خلال هاي الفتره. فوضى اقتصاديه خلال الفتره، فوضى اقتصاديه بس ما كانت تظهر ازمه ماليه، يعني اكو فلوس اذا تكفي تحاول تكفي. الازمه الماليه ظهرت فتره في 2008 اللي ما اثرت كثيرا، وبدأت تظهر في 2014 وعادت تكرر في سنة 2020 جرى الاختلاف بأسعار النفط وارتفاع النفقات الحكومية، ارتفاع دائما النفقات الحكومية اللي أغلبها هو لغرض التوظيف، اللي مبني على ترغيب سياسي، يعني خلينا نقول لمصالح سياسية أو انتخابية اللي جرى أغلب أنواع التوظيف. فتشكل عندنا تضخم وظيفي وترهل وظيفي كبير في القطاع العام. هذا احنا كلنا متفقين عليه. يعني اليوم احنا حتى موازنه 2021 اليوم احنا هاي الحكومات تسير على نفس الخطى، نفس الخطى اللي تسير عليها الحكومات السابقه، يعني ما قدمت تغيير جيد. زين مع العلم هذه الموازنه 2021 راح تتضمن وظائف. المبعوث الاممي السابق الى ليبيا المستقيل قبل فتره غسان سلامه حكى قبل فترة، أنا تابعت اللقاء مع جريدة الشرق الأوسط، حكى عن ليبيا وحكى عن العراق. قال العراقيين أكبر مؤسسة سياسية فاسدة موجودة بالعراق. سأل المحرر مال الشرق الأوسط ليش؟ قال الوضع في ليبيا والعراق مشابه. قال له شلون؟ قال له لأنه السياسيين استخدموا سياسة التوظيف للحصول على الأصوات الانتخابية، وقادوا إلى تضخم من 2003 إلى اليوم، إلى هذا التضخم الهائل اللي لا يوجد بلد بأكثر من 4 ملايين موظف. بس بالعراق تجد هذا الموضوع، وتجد الموضوع طبعا مع فرق النسبة والتناسب بالسكان في ليبيا. ما تعليقك؟ هل غسان سلامة محق؟ لا بكل تأكيد. إحنا عدد موظفي القطاع العام في قبل 2003 كان يقدر ب 650,000، ما يقارب 650,000. نعم. اليوم احنا 4 ملايين وربع، يعني 4 ملايين و 250,000 هو عدد موظفي القطاع العام. نعم. ضيف لهم راح يعينون وظائف جديده بمقدار بقرب 300,000 350,000، يعني راح نوصل الى اكثر من 4 ملايين و 500,000 خلال سنه 2021. هذا الحجم الكبير بالتوظيف الحكومي، يعني هو هذا انه استاذ غسان كان محق وواضح وصريح ووضع النقاط على الحروف. هذا وشخص العديد من الاقتصاديين والسياسيين بالعراق او الناقدين والكتاب المحليين. فهذا هو هذا حجم التوظيف، دائما اتى لاغراض سياسيه. حتى احنا اليوم نشك انه اللي الخطوه اللي تقوم بها الحكومه في موازنه 2021 اللي هي في ظل موازنه ازمه مع تقليل رواتب، محاولة لتقليل رواتب ومحاولة لخفض أسعار الدولار لتوفير سيولة مالية، كل هذا الموضوع جرى لغاية شنو؟ لمصلحة أو باتجاه شمول موظفين بطريقة استعداد الوظائف في الوزارات الأمنية وفي وزارات أخرى كالصحة
ولتوفير وظائف الى المفصولين السياسيين. هاي خلال موازنة 2021. يعني اليوم الحكومة الحالية هي اتبعت نفس الخطوات اللي اتبعتها الحكومات الماضية، عدا باستثناء حكومة حيدر العبادي ما اتبعت هاي الخطوة بشكل واضح، يعني بشكل مباشر، ما استخدمت سياسة التوظيف، توظيف القطاع العام، ما استخدمتها لأغراض ومصالح خلينا نقول انتخابية أو سياسية. بس اليوم حتى هذه الحكومة تتبع نفس الخطوات، في حين كان من المطلوب عليها، مطلوب منها أنه بدل لا تستخدم هذه السياسات. جل احترامنا احنا لأبنائنا وأخواننا وأخواتنا اللي متظاهرين، واللي حتى الغير متظاهرين اللي قاعدين بيوتهم محتاجين للوظيفة، اللي ممكن يعرف أنه الوظيفة هي فقط في القطاع العام، بس إحنا أنه هذه السياسة هي راح تحرمني وتحرمك أستاذ حيدر، وتحرم حتى المتظاهرين من كل من وجود أي موازنة استثمارية، يعني أي موازنة أو أي مبالغ مخصصة للخدمات، لبناء مستشفى، لبناء مدرسة، ولبناء شارع. فاحنا شنو الفائده احنا نوزع فتات الاموال او اموال محدوده غير قابله لتوفير كرامه للمواطن، في حين احنا فقدنا المشروعات، فقدنا مشاريع التنميه، فقدنا كل امل بوجود اموال مخصصه الى المدارس او بناء انت قد جامعات تكون او بناء قد تكون شوارع محلل استراتيجي. يعني انا من امطيتك صفه ومشكورا انت وافقت على هذه الصفه، المحلل الاستراتيجي للبرنامج. المحلل الاستراتيجي لديه رؤية أعلى من الرؤية الاقتصادية البحتة. المشكلة اليوم احنا اجتماعية صارت، الأهل البنت لا يزوجون الولد في معظم الأحيان إلا إذا عنده راتب، عنده معاش. هذا شلون يعني؟ هل تسببت أيضا بانعكاسات سلبية على المجتمع، أنه تسببت في زيادة ظاهرة العنوسة بين النساء، لأنه تريد موظف وموظف ماكو، أبو البنت يقول أنا خليها قاعدة يمي أحسن ما زوجها الواحد يطلع يشتغل يوم وعشرة قاعد بالبيت. هذه شنو يعني؟ هم لها أبعاد اجتماعية برأيك الطرح مالتي هذا صحيح؟ يعني بكل تأكيد أستاذ حيدر، يعني الأثر الاقتصادي على المجتمعات هو يعني ابن خلدون يقول المجتمعات المقهورة تسوء أخلاقها، يعني هذا بكل تأكيد، هو باحث في عالم في علم الاجتماع ابن خلدون، فيتحدث بهالطريقة. فاليوم انت التضييق الاقتصادي او عدم وجود حل اقتصادي ممكن ينتج عن مشاكل اكبر حتى بكثير من موضوع الزواج والعنوسة. يعني احنا جزء كبير من المشاكل الخاصة بقضايا انتحار مثلا، هي قضية ممكن تكون اكثرها يعني لأسباب اقتصادية. قضايا الاستخدام التورط بالإرهاب ممكن تكون أغلبها هي قضايا المخدرات والرجوع إلى المخدرات. هذا الشيء الدخيل على مجتمعنا. يعني احنا ما كنا نتصور انه في يوم من الأيام يصير بلدنا مثل مصر. كنا من نشوف مصر والمسلسلات المصرية والأفلام المصرية غطت بشكل كبير أزمة المخدرات داخل مصر، كنا نضحك قبل 2003 ونقول أيابا شوف العراق إش قد عظيم، إش قد قوي، ما عندنا مخدرات. لكن احنا سورا 2003 دخلت لنا المخدرات بصفة الكبسلة، احنا ما مشت عندنا مصطلح كبسلة يسموها، هاي كلها بسبب البطالة. لا وهسه اليوم احنا يعني نسمع التقارير الاخباريه والتقارير الامنيه عن وجود مخدرات بمختلف انواعها، خاصه ماده الكريستال الخطره وغيرها من المواد. فقضيه اذا نرجع لهذه التفصيله الصغيره، قضيه الزواج والعائله ما تنطي الا لشاب متعين او متزوج، هذا يعني هم ممكن قضيه سياديه. يعني العائله وان كانت في بعض الاحيان تفكيرها محدود، بس هي تعرف انه تأثير المردود الاقتصادي على العائلة ممكن يشكل نوع من الاستقرار داخل العائلة الجديدة، يعني نقصد بالعائلة الجديدة. فعدم وجود هذا الضمان الاقتصادي لهذه العائلة ممكن يسوي مشاكل يمكن تسبق هذه العائلة بالنجاح. فهو يحاول انه يبتعد عن عناصر فشل متوقعة، وهذا تفكير نوعا ما سليم. يعني ما نقدر نقول لا، يعني عم نكون واقعيين، ما نتحدث بمثاليه. جيد استاذ نبيل، دعني اشرك قحطان المساري وهو ايضا من الخريجين الموجودين، لا اعرف في 9 أو 5 بالضبط. قحطان مساك الله بالخير. حياكم الله. اهلا استاذ قحطان. ألو. تسمعني قحطان؟ نعم استاذ اسمعك واضح. مساك الله بالخير.
الله بالخير والعافية، حياكم الله. أنا نصر قحطان. أنت احكي لي وين بيا بوابة معتصم 9/5، شنو خريج شنو حضرتك؟ كخريجين علوم سياسية أمثل اعتصام العلوم السياسية، طلعنا الاعتصام من 24/5 أي أمام وزارة الخارجية وإلى أن أمام الجسر المعلق وحاليا ساحة الحرية. وين يعني بالضبط أنت محسوب على 9/5؟ البوابة الخامسة. بوابة الخامسة، جيد. إذا حصلنا على شخص من البوابة الخامسة. نعم. سولفنا شنو وضع بوابة خمسة؟ اعتصام البوابة الخامسة ما يقارب اليوم 6 أشهر طبعاً، ابتدى باعتصام العلوم السياسية وانضمنا مجموعة من التجمعات الأخرى من القانون الإدارة والمهندسين. استمر اعتصامنا أستاذ 6 أشهر مثل ما حكيت لك. اعتصام متواصل، تعرض الاعتصام كثير من الأساليب اللي حاولت فضى، كان نهايتها نزول السيد رئيس الوزراء أنك معتصمي البوابة الخامسة، وأعطانا الرجل وعد بأن تدرج أسماء المعتصمين ضمن الموازنة اللي راح تقر حاليا موازنة 2021. أخذ منكم 2 أتذكر، مو صحيح؟ أخذ منكم 2 ويالي المكتب؟ 5، كل اختصاص يمثل شخص، فدخلنا للمكتب الخاص بي. احكي لي ايش صار وياك؟ ايش حكيت أنت ويا السيد الكاظمي؟ ايش حكيتوا؟ ايش صار بهذا اللقاء؟ اللي صار الرجل انطى وعد امام الجميع انه كالخريجين المتواجدين بالبوابه الخامسه، انتم خريجين ولكم حقوق بالتعيين وممارسه حقوقكم ونشاطاتكم، والموازنه القادمه اللي دا نناقشها اليومين الثلاثه تتضمن فرص عمل للخريجين لكم كخريجين. من بعده قال اريد الممثلين اللي موجودين عن التخصصات اللي موجوده. فمكتبة سلمت الأسماء المعتصمين. أنطونا وعد أنه ضمن الموازنة واصبروا يومين ثلاثة وراح تناقش الموازنة. هذا الكلام يوم 6/12، واليوم إحنا صار أكثر من 20 يوم، لحد الآن ما نعرف المصير شنو. لحظة يعني لحظة قحطان. السيد رئيس الوزراء إيش وقت نزل لكم؟ 6/12. 6/12؟ نعم استاذ. لعد دول اللي نزل لهم قبل فترة وقعدوا ياهم تقريبا، كانت فترة عيد او اتذكر ما ادري، قعد وسولف وياه. واحد منهم قال له حتى سيدي احب وحدة صار 10 سنين وما اقدر اتزوجها وحتى صارت مو حلوة. هذول من هو اللي عاد نزل لهم؟ الاخوة من المعتصمين من كافة التجمعات ال500 معتصم، دول ايضا نزلهم من بعدنا بالاعتصام. احنا كنا يوم وزارة الخارجية فنزلنا السيد رئيس الوزراء يوم 4/8 اليوم الثالث لعيد الأضحية. ايضا انطاهم وعد بتعيينهم على ملاك وزارة الدفاع المدني واجراء كامل الاجراءات الرسمية باستقبالهم واجراء الفحوصات والاوامر. واصدرت بهم بحقهم اوامر ادارية تنسيبهم على وزارة الدفاع. ليش ما اعلن عن النزلة مال الكاظمي ولقاء بكم؟ ما اعلن عنه مثل ذيك، ما شفت أنا بوسائل الإعلام نزل وحكى والتقى ذولاك، التقى بيهم. نعم. أنتوا ليش ما غطوها بالإعلام؟ ما أعرف، اعتقادا منهم أن يبعدون الموضوع عن الإعلام، لكن هم انطموا عد. والميزانية حاليا إحنا متواصلين مع أغلب أعضاء مجلس النواب يذكرون ماكو درجات وظيفية ضمن الموازنة وكمعتصمين ما. يعني اليوم الآراء والكلام بين السلطة التشريعية والتنفيذية متناقض بين كلام رئيس الوزراء وأعضاء مجلس النواب وأخصك اللجنة المالية. يعني ما أعرف إلى أي وتر يدقون. تقاتم هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية؟ هيثم الجبوري على مدار 7 أشهر تواصل ويا مكتبه ويا شخصين حاولنا نريد نلتقي به، ما 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 أعطانا فرصة. يعني رئيس الوزراء نفسه نزل لس. علمن التقيتوا لعد من اللجان النيابية المالية اللي هي أكثر شيء معنية بقضيتكم، منو التقيتوا من النواب؟ يعني كان آخرها بالسيد الزرفي صادق مدلول، يعني كثير من النواب. ماذا وعدوكم؟ نعم، كان الوعد هو انه اذا مررت قضيتنا ضمن الموازنه ومدروجين المعتصمين فانه الناس راح يكونون هم
يصوتون بالموافقه وما يعترضون على هيش فقرات بصفه اللي موجودين بالاعتصامات من شباب عراقيين خريجين لهم اولويه بالتعيين ويفترشون الارصفه ما يقارب اكثر من نصف سنه. ايش كثر عددكم البوابه؟ 5 تقريبا. 1500 تقريبا. هو اذا انا معلومتي كانت صحيحه بدايه البرنامج من قلت 1500. نعم. بس انا صار عندي التباس. نعم. بين 9 و5 قلت 5 يعني 9 صحيح. اذا المهم البوابه التاسعه تضم 13 تجمع، البوابه الخامسه تضم 5 تجمعات. 2500 قال لي 2500 بالتاسعه. نعم اي 2500. البوابة 5500 هو اللي نزل لهم السيد رئيس الوزراء واخذ قوام اسمانة وانطى وعد انه تضم وظيفية للمعتصمين، لكن الان احنا ماكو اي او شيء ملموس على على زين. يا قحطان تعرفتوا الى نوع من القمع الى يعني من القوات الشغب وغيرها مثل ما صار باخوانكم بتسعه لو ماكو شيء؟ اعتصامنا استاذ حدث لك يوم 24/5 امام الخارجيه، امام وزاره الخارجيه، اقمع اعتصام الشباب للعلوم والسياسه 3 مرات على التوالي. ضربوكم من بعد هي يعني اكيد صار ضرب، صار حل الاعتصام. اكو بنات كانت تعرضن للضرب للمضايقه من البنات. اي نعم. اكو اصابات بين البنات؟ اكو بنيه صوبت؟ ايضا صارت اصابات منظمه حقوق الانسان وطلعت على تقاريرهم الطبيه ويعني كلاكن الاجراءات الرسميه ما كملت. ما شاء الله. احنا اجبرنا انه اي نعم نعم ما شاء الله. نعم يعني تم الاعتداء على بنات. نعم. خلي يسمعون الزلم اللي عندهم شوارب. بس انا ما عندي شوارب والله بس خلي يسمعون اللي عندهم شوارب والله شنو موقفهم من ضرب بنات. انا ما عندي شوارب واهتزيت. عندي شوارب شلون؟ والنعم منك. كلهم عندهم علم والبنات طلعن يجن على القنوات التلفزيونيه ويتحدثن بكل حرقه، لكن للاسف ما احد اهتز ولا احد استجاب. استمر القمع واستمر الضرب. الان سيد رئيس الوزراء بنفس الرجل كان هو الحاضر الوحيد. انا اذكر لك ما نزل عضو مجلس نواب انه للمعتصمين للساحه ويستمع لهمومهم ومطالبهم. ماشي. انا سيد رئيس الوزراء قحطان انا ضيق الوقت بصراحه. نعم. كنت اتمنى ان اكون وياك بس ان شاء الله نرتب انا وانت حلقه قادمه لأن هذا الموضوع واسع. نرتب حلقة جاية إن شاء الله عن قريب 9 و5 يكونون وحدهم، لأن احنا هسه الحلقة استعانينا باستاذ نبيل المحلل الاستراتيجي. إن شاء الله أرتب وياك نتواصل أنا وأنت إن شاء الله. شكرا لك قحطان. أرجع إلى مع آخر دقيقة يقول لي زميل المخرج إلى الأستاذ نبيل المحلل الاستراتيجي للبرنامج. استاذ نبيل يعني ولو انا راح اضايقك بس يلا شو تسوي هذا الوقت البرنامج. دقيقه واحده تقدر تنطيني رؤيتك كرجل اقتصاد لمعالجه الازمه؟ بالتاكيد يعني دقيقه يعني هذا جدا وقت يعني ما يكفي كل تاكيد يعني أي. بس يعني هو الحديث عن التحفيز الاقتصادي هذا المصطلح اليوم احنا معروف ومتداول كثيرا بالدول. التحفيز الاقتصادي هو اللي ممكن اليوم يخلق حالة من رفع او استمرار عجلة الاقتصاد. هذا التحفيز هو هذا اللي معنى اللي هو الانفاق العالي على حساب التضخم. هذا اللي ممكن يحل قضية الاقتصاد على الاقل اليوم وممكن معالجة الآثار التضخمية بسنوات أخرى. هذا اللي نقدر نقوله بدقيقة واحدة. الدقيقة واحدة أكيد ما تكفي. كمل بعد عندك إيه. ما خلصت الدقيقة. هو إحنا نقصد بالتحفيز اليوم الدول اليوم الدول تحاول تستخدم هذه الكلمة التحفيز أي. الاقتصادي اللي مثل ما يسموها الهليكوبتر ماني اللي دفع باتجاهات دفع الأموال باتجاهات تنمية قطاعات وإن كان على حساب التضخم النقدي الموجود.
هذا الدفع بالأموال ممكن ينشط عديد من القطاعات، يحاول بدل حالة الركود يحركها إلى حالة من التنشيط زين. الاقتصادي اللي ممكن يوفر حركة اقتصادية مع سياسة حماية للمنتج العراقي، يعني حماية عبر السياسات جمركية بين إيقاف إدخال بعض المواد أو رفع جمركها. هذا اللي حيسوي نوع من أنواع التنافسية، ممكن راح يوفر أو يسرع بالحركة الاقتصادية داخل البلد، اللي هو على طريقة ممكن حيوفر فرص كثيرة، والعالم تستغني عن فكرة المطالبة أو الاستمرار بالذهاب إلى التعيين الحكومي جيد. اللي هو ترى بكل تأكيد حتى يكون نبيل. بالمستقبل ما إلى مستقبل، يعني مو مثل ما تصور الناس أنه راتب تقاعدي وغيره، ما إلى مستقبل. أستاذ نبيل جبار العلي التميمي المحلل الاستراتيجي لبرنامج توصيات، شكرا لتواجدك ويانا. شكرا لك أستاذ حيدر. أما أنتم مشاهدين الكرام يعني تشوفون لغينا فقرة قصة اليوم ولغينا الفواصل، ومع ذلك الوقت مدى يسعفنا في تغطية هموم شعبنا. فاصل قصير وأرجع لكم بورقة التوصيات، خليكم يعني. ورجعنا لكم مع الورقة وفيها دعوة إلى السيدات والسادة المعنيين أدناه رئيس الوزراء، الوزراء كافة، هيئة رئاسة مجلس النواب وكافة الأعضاء. نضع أمام حضراتكم جملة توصيات تهدف لإنصاف الخريجين من حملة الشهادات الأولية والعليا، راجين منكم دراستها والعمل على تنفيذها بأسرع وقت ممكن تحقيقا للصالح العام. توصيات: أولا، تشكيل لجنة وزارية نيابية مشتركة تستعين بخبرات عراقية داخلية ومغتربة لدراسة النماذج التي اتبعتها الدول الأخرى للقضاء على البطالة في صفوف الخريجين، ليعمل الخبراء على الخروج بنموذج يلائم الوضع في العراق. ثانيا، يتولى مجلس النواب تشريع ما يلزم من قوانين وقرارات وميزانيات مالية لتنفيذ ما سيخرج به الخبراء من توصيات لمعالجة مشكلة البطالة في صفوف الخريجين. ثالثا، يتم تخصيص ما مقداره 5% من موازنة العراق للعام 2021 والسنوات اللاحقة، توضع في حساب باسم صندوق الأجيال القادمة لتوفير فرص العمل المتأتية من دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى في القطاعين العام والخاص، ولخلق التنمية واستخدام جزء منها لدفع إعانات البطالة للخريجين إلى حين معالجة مشكلتهم. رابعاً، تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي ودعم القطاع الخاص بالمال والقروض لتمكينه من منافسة القطاع العام وجذب الخريجيين للتعيين فيه، مع فرض رقابة صارمة على هذا القطاع لتوفير الأمن الوظيفي للعاملين فيه والأمان التقاعدي. خامساً وأخيراً، تشكيل لجنة مشتركة من وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي لوضع قيود على تخريج الطلبة من الاختصاصات التي لا فرص عمل لها، والدفع باتجاه التعليم المهني ووفقا لحاجة السوق. ولكم فائق الشكر والتقدير أسرة برنامج توصيات. مشاهدينا الكرام، أعدكم بحلقة أخرى إن شاء الله تغطي هذا الموضوع بشكل أكبر، 9:05 بوابة 9:05. وحتى ذلك الحين شكري الجزيل إلى كادر البرنامج وعلى رأسهم المخرج المبدع محمد جلال النداوي، وهذه تحيات حيدر حسين علي، ألتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من توصيات، في مال الله.